أريدك استاذ العلوم السياسيه واش العلاقات ما بين المغرب والجزائر وصلت فعلا لنقطه لا عوده كيف ما الرئيس الجزائري وبالتالي واش الحرب على الابواب او كاين هناك دائما مجال الحوار والتفاهم بما كنشكرك على طرح هذا السؤال يعني ومن الحزم سوء الظن يعني لازم الانسان يكون حقيقه هي نفس الجميع السيناريوهات الممكنة حقيقة لما كان الوضع هناك واحد نوع من التجيش يعني توضيف أخبار زائفة بحال بدون شك أنك سمعتي ما الشيء اللي ردته الصحافة الجزائرية في جريدة الخبر بأنه هناك اجتماع ديال الأمنيين مغاربة وإسرائيليين وفرنسيين تلاقاو في تل أفيف وإلى آخره يعني ومن بعد مباشره من بعد هذا الخبر اجتمع المجلس الاعلى للامن الجزائري ومن بعد تم واحد لا تروبمون ديال الجيش الجزائري على الحدود الى فطبعا هذه الامور ينبغي اخذها ماشي فقط بالاعتبار ولكن بجد طبعا عمليا كيفاش انه يتم اختراق يعني اجتماع امني هذه حقيقه ثاني برواس سورياليست نعم ثانيا كيفاش يتم اجتماع ما بين امنيين مغاربه وفرنسيين وحنا عارفين العلاقه المغربيه الفرنسيه يعني وثالثا كاع الا كان قد يكون هذا الاجتماع ضروري يكون في تل ابيب فطبعا هذه الامور يعني مش كي ما شداش كما كيقولوا ما كيقبلهاش العقل الى اخره ولكن كان كنعرفوا بانه يعني اليوم الانسان راه ولا عايش مع هذه الفيك نيوز ومع هذه الاخبار هذا معطى وحتى دول كبار كتوظف الكذب لامريكا الولايات المتحده وظفت الكذب قالت بانه العراق عندها السلاح ديال الدمار الشامل وعندها علاقات مع داعش وتبين من هذا كذوب واعترفوا بانه وقالوا فقضية ديال الكذوب يعني من اجل تبرير واحد العمل كاينه نعم ولذلك لازم الحيطه والحذر ولا الحرب مدمرة ماشي من الجوب أننا نقول ما بغيناش الحرب ولكن ولذلك حقيقة خاص نوع من اللي كيسميوه في الشرق التكاتف يعني واحد الوحدة وطنية وما نضيعوش الوقت في بعض الأمور اللي ربما تكون مهمة في واحد السياق عادي يعني احنا ماشي في واحد السياق عادي وما خصناش نضعفوا من الناس اللي عندهم مسؤولية أمنية سواء الأمن يعني فيما يخص حماية الحدود أو أمن حقيقة المجتمع والسكينة ديالو أنا هذا الرأي ديالي